السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة الدرس الأول في كيفية استخدام جانجو، وده بايثون بيزد ويب فريم ورك فور رابيد ويب ديفلوبمنت، بمعنى ان هو فريم ورك كامل بيمكنك انك انت تطور تطبيقات الويب بسرعة جدا. كل الويب ابليكيشنز اللي انت هتعملها دايما هتحتاج فيها حاجات مشتركة، فالجانجو ممكن تعتبر ان هو بيحتوي على كومبوننتس ضخمه جدا بتساعدك انك انت تطور تطبيقات الويب بسرعه جدا. فمثلا كل المواقع اللي انت هتحتاجها دايما هتحتاج فيها يوزر اوثنتيكيشن، فعشان تعمل ساين اب وساين ان وساين اوت. كذلك هو بيتيح لك انك انت يبقى عندك مانجمنت بانل فور السايت بتاعك، بالاضافه الى التحكم في الفورمز اللي موجوده، بالاضافه الى طرق مختلفه عشان تعمل ابلود للفايلز. فالجانجو بيقدم لك كل الفاسيلتيز ديت بالاضافه الى اشياء تانية اكتر من كده بكتير، ففي امكانيه انك انت تتعامل مع انواع كبيره جدا من الداتابيزز، بالاضافه الى كده الى انك انت تقدر تستخدم الاديشنال باكجز اللي هي اللي بتضاف على البايثون، فتستفيد من قوه لغه البايثون، فممكن تستفيد من الاف الباكجز الاضافيه اللي ممكن تحتاجها في المشروع بتاعك. فنقدر نقول ان الجانجو فيري سكيلابل. واهم ميزه ان هو بيعتمد على ال MVT او الموديل فيو تمبلت. ال MVT هو عباره عن software design pattern for developing web applications. ال M ديت اختصار لموديل، الموديل دوت هو المسؤول عن maintaining data، يعني هو المسؤول عن التعامل مع البيانات عموما زي الماي سيكوال او البوستجريس، فتقدر تقول ان هو الداتابيز بتاعتك اللي في المشروع. الفي هي الفيو، وهي الحاجه اللي انت بتشوفها في المتصفح بتاعك، يعني هو اليوزر انترفيس او وات يو سي ان يور براوزر. فتقدر بقى تقول ان الفيو دوت بقى بيشمل ال HTML وال CSS وال JavaScript وال Jinja files، كل الامور ديت كلها موجوده في الفيو. واخر حاجه هي التمبلت، وديت بيبقى فيها حاجتين، اول حاجه اللي هي الستاتيك بارتس، وديت اجزاء ساكنه في صفحه ال HTML، زي مثلا لما تيجي تعرض اي موقع بيبقى فيه هيدر وفوتر وفيه جزء منيو وهكذا، فالاجزاء ديت بتبقى ساكنه ما بتتغيرش. زائد بيبقى فيه بقى كود، او نقدر نقول ان هو سبيشال سينتاكس علشان يوصف ازاي الدايناميك كونتنت اللي موجود جوه الموقع دوت هيتم اضافته في الموقع. في الدرس ده احنا هنشوف الخطوات التفصيليه من اول ما تنزل البايثون من على موقع البايثون لغايه لما تشغل التطبيق بتاعك في البراوزر. في البدايه خالص لازم يكون عندك لغه البايثون على الكمبيوتر بتاعك، فانا هعتبر ان انا هنزلها من الاول خالص ونشتغل على الاصدار الحديث. انا عندي طبعا 4 بايثون على الجهاز، بس احنا نشتغل على اخر نسخه عشان نشوف الخطوات خطوه بخطوه. هتكتب بايثون داونلود، هيجيب لك موقع البايثون، هتدخل عليه، هيقوم جايب لك اخر نسخه من البايثون اللي هي 3.10.3، دوس عليها، هيبدا ان هو ينزله لك. اول لما ينزل هتبدا انك انت تسطبه. ده النسخه اللي نزلت، هندوس على دبل كليك ونمشي معاه نيكست نيكست لغايه لما نسطب لغه البايثون. انا طبعا عشان عندي متسطب على الجهاز فهو بيقول لي ابجريد ناو، فانا هقول له اوكي، اعتبر انك بتسطبه من الاول. طبعا من الافضل انك انت برضو يكون معاك اديتور انت بتفضله، زي مثلا الباي شارم او السبايدر في الاناكوندا مثلا او الفيجوال ستوديو كود، لكن احنا هنا بنحاول ان احنا نخلي الامور بسيطه جدا، فعشان كده انا بستخدم بس اللغه بتاعه البايثون الاساسيه مع الاي دي اي اللي جايه معاها. كده اول ما نزل المفروض انك انت بقى موجود عندك هنا بايثون 3.10.3 اللي هو ده، فممكن نقول له كده فايل ونقول له اوبن فايل لوكيشن، هيجيب لي هنا، هقول له كليك يمين واقول له اوبن فايل لوكيشن، فهيجيب لي المكان اللي البايثون 3.10 متسطب فيه. بعض الناس اول لما بينزل البايثون عندها ما بيبقاش متضاف في الباص، فالمفروض انك انت تضيفه في الاول، بس نشوف الاول متضاف ولا لا. يعني انا هنا لو فتحت السي ام دي وقلت له بايثون شرطه شرطه فيرجن، ف هو هنا مش متضاف، فالمفروض ان انا اضيفه في الاول. فاحنا هنروح هنا كليك يمين
واقول له سيستم، هروح هنا عند ادفانسد سيستم سيتنجز، بعد كده هتروح عند انفايرمنت فاريبلز، هتنزل هنا عند الباص وتقول له اديت وتضيف المسار بتاع البايثون. فهتروح هنا تاخد المسار ده كنترول وسي، وتروح هنا هتقول له نيو وتحطه هنا كده، وبرده ناخد المسار بتاع السكريبتس عشان نقدر نعمل الباب انستراكشن، فناخد ده برده كنترول وسي واروح هنا واقول له نيو واضيف المسار ده واقول له اوكي. دلوقتي لو احنا رجعنا فتحنا ستارت وران وسي ام دي وقلنا له بايثون شرطه شرطه فيرجن، فيقول لي بايثون 3.10.3 النسخه اللي احنا لسه مسطبينها. دلوقتي اول خطوه هنعملها ان احنا هنعمل فولدر جديد على السي هيبقى فيه كل الملفات بتاعتنا علشان يبقى كل حاجتنا في مكان واحد. فاقول له cd سلاش، ارجع على السي هقول له ميك دايركتوري واقول له سلاش واقول له مثلا اسم الفولدر بتاعي يبقى بروجكتس، وبعد كده اقول له cf3 اللي هي cd projects انتر. فانا كده حاليا جوه المسار بتاعي، فهنا انا عندي فولدر على السي اسمه projects موجود فيه فاضي خالص. دلوقتي اول حاجه هنعملها ان احنا هنسطب حاجه اسمها الفيرتشوال انفايرمنت، علشان بدل ما نسطب على لغه البايثون على الكمبيوتر ككله لكل المشروعات وكل الشغل اللي شغال، يبقى عندنا جزء كده صغير على جنب موجود فيه كل الملفات الخاصه بالشغل بتاعنا، وبحيث انك انت لما تحب انك انت ترفعها على السيرفر فيبقى انت هتاخد الفيرتشوال انفايرمنت دي كده زي ما هي تقوم حاططها على السيرفر اللي انت هتشغل عليه المشروع، فما تحتاجش انك انت ترجع تعمل انستليشن لكل الفايلز دي تاني، ولما يختلف من كمبيوتر لكمبيوتر والاصدارات وغيره وهكذا. في الاول هنكتب باب انستول فيرتشوال انف ونسيبه يسطبها. بعد كده علشان تكريت الفيرتشوال انفايرمنت بتاعتك فانت هتكتب كده فيرتشوال انف وتكتب اي اسم اللي هو اللي هيبقى اسم الفيرتشوال انفايرمنت بتاعتك. فانا هكتب مثلا اسمي علشان تتاكد انك انت بتكتب هنا اي حاجه، فتكتب مثلا كريم فيرتشوال مثلا. كده الفيرتشوال انفايرمنت اتكريتد تمام، مش ناقص بس غير ان احنا ناكتفها. فانت هتدخل على الفولدر ده بالظبط، هو في فولدر اتعمل بنفس الاسم ده كده هنا، فانت ما تدخل عليه كده هتلاقي فولدر اسمه سكريبتس، ده برضو هندخل عليه عشان ناكتف الانفايرمنت دي. فاحنا هنقول له كده cd ونقول له اسم الفولدر بتاعنا اللي هو كريم فيرتشوال، وهنقول له cd سكريبتس واللي هي الفولدر اللي جواه، وبعد كده هنقول له امر اكتيفيت علشان يفعل الانفايرمنت. لازم تتاكد ان الاسم اللي هو كريم فيرتشوال اللي انت كتبته كاسم للفيرتشوال انفايرمنت اللي انت بتعملها موجود هنا في الاول خالص بين قوسين كده، يبقى كده الانفايرمنت متفعله. نبدا بقى اول خطوه في الشغل بتاعنا ان احنا نسطب الجانجو علشان نبدا ان احنا نعمل بيه المشاريع، بس الجانجو دلوقتي متسطب على الفيرتشوال انفايرمنت دي بس، مش متسطب على الجهاز ككل، وده طبعا له مزايا كتير جدا هنبقى نتكلم فيها قدام. فاحنا هنكتب بس باب انستول جانجو. ونسيبه يسطب. بعد ما الجانجو اتسطب احنا دلوقتي ممكن نطلع من الفولدر ده خالص، لان الفولدر ده خاص بالفيرتشوال انفايرمنت. ممكن نرجع للبروجكتس هنا ونحط هنا بقى فولدر نحط فيه المشروع بتاعنا، بس احنا مش هنحط فولدر ولا حاجه، هو اللي هيعمل كل حاجه. فانا كده ممكن اطلع من هنا اقول له cd نقطتين، يبقى كده هيرجعني مستوى، واقول له كمان مستوى، يبقى انا كده جوه بروجكتس هنا اللي هو اللي على السي على طول. انا هكتب بقى امر بسيط خالص، هكتب له جانجو شرطه ادمن، وبعدين اقول له ستارت بروجكت، وتكتب هنا اسم المشروع اللي انت عايز تعمله. فانا هكتب مثلا ماي فيرست ابلكيشن واقول له انتر. كده هو بيكريت المشروع بتاعي.
المفروض هو عمل لي هنا فولدر اسمه ماي فيرست ابلكيشن زي اللي انا عامله بالظبط. هدخل جواه فاقول له سي دي سلاش او سي دي مسافه واقول له ماي فيرست ابلكيشن انتر، فهو كده فتحه لي. المفروض ان انا بقى هشغله من خلال الامر ده، ان انا هقول له بايثون وبعدين مانج، ده اسم الملف اللي انا ببدا بيه دوت بي واي، ده ملف البايثون اللي هيبدا المشروع، وبعدين اقول له ران سيرفر. كده المشروع بتاعك شغال والويب سيرفر قام وجاهز ان هو يتلقى منك اي ريكوست عشان ينفذه. فهو بيقول لك ان السايت بتاعك قايم على اليو ار ال ده، ولازم تكتبه كده زي ما هو 127.0.0.1 نقطتين فوق بعض، وبعدين البورت اللي هو 8000. فانا هاخد اللينك ده كده وهروح هنا هقوم كاتبه، هيقوم موريني ان الويب سايت بتاعي شغال. ده الويب ابلكيشن اللي احنا هنغير فيه بقى كله حاليا، لكن هو حاليا طالما جاب لك الشاشه دي يبقى انت كده كل شغلك تمام وجاهز انك انت تنطلق معانا في الكورس في المحاضرات اللي جايه.